هيعلق معانا على الخبر او هينضم لنا على التليفون الاستاذ شادي طلعت المحامي. استاذ شادي اهلا بيك معانا في المطبخ السياسي. اهلا بيك يا استاذ ضياء، تحياتي لحضرتك وتحياتي للشيف ايمن. يا مرحبا يا استاذ شادي، منورنا يا فندم. يا استاذ شادي، قبل ما نقول البيان اللي اصدرته منظمه اتحاد المحامين، كنا لسه بنتكلم عن ان الجهات السياديه دلوقتي بقت بتستاجر، وانا مش عارفه استئجار ده لفظ مناسب ولا لا، بتستاجر السنه بالنيابه عنها. يعني فالاول عايزه حضرتك تقول لي الهجمات الشرسه اللي معموله على عدد كبير من المعارضين، طبعا واخص بالذكر الدكتور ايمن نور والبيان المنظمه اصدرته، ممكن حضرتك في البدايه تكلمنا عن البيان؟ شوف حضرتك، هو بدايه كان لابد لنا ان نتضامن مع الدكتور ايمن نور في ظل هذه الهجمات الشرسه التي تعرض لها منذ يومين ماضيين. طبعا الهجمات وصلت الى ذروتها عندما تم الامر بالخوض في الحياه الشخصيه والحديث في امور تخص الاعراض زورا وبهتانا. يعني انا طبعا لن اخوض في الاشخاص حتى لا اتهم انا بتبديهم او بخصهم اللي هم تعرضوا للسب والقذف للدكتور ايمن نور، لانني كلفت مع الدكتور ايمن نور ايضا بمتابعه بعض القضايا او لاقتصاد حق الدكتور ايمن نور عثرت دعاوى سب وقذف على من قاموا بذلك. اللي عايز اقوله لحضرتك ان المشهد الان غريب جدا. بدايه يبدو ان هناك تخبطا في النظام الحاكم المصري. هذا يظهر من خلال الردود. اولا الدكتور ايمن نور لم يعلن عن ترشحه بالنيابه، وهذا امر ذكره الدكتور ايمن على ما اعتقد في مقاله كانت بالامن. هذا امر. الامر الاخر صحيح، ان اذا ما كان الدكتور ايمن نور يمثل خطوره او تهديدا على النظام الحاكم، فيجب ان تكون الخصومه، اولا يجب ان تتمتع بشرف. هناك شيء او هناك مثل يقال شرف الخصومه. يعني في التاريخ القديم واخلاق الفرسان عندما نستمع ان كان هناك بعض الخصوم عندما كانوا يتخاصمون على دول او على احتلال او على خلافه، في قصص تاريخيه كثيره جدا كان يوجد ما يعرف بشرف الخصومه. اما ما حدث مع الدكتور ايمن فهو قد تجاوز هذا الامر الى امور اخرى كثيره جدا لا تمت للسياسه باي شيء ولا تمت للعلاقات الانسانيه باي شيء، بل قد تجاوزت الى حد انها تقع تحت طائله القانون المصري للعقوبات. الامر هنا يبدو ان هناك تخبط ايضا، لان عندما اقوم بمواجهه شخص فعلي ان اختار من سوف يقوم بمهاجمتي. بمعنى هل الهجوم الذي تعرض له الدكتور ايمن هل اكتسب منه او يعني هو كسب منه ولا خسر منه؟ انا من وجهه نظري الشخصيه انه كسب ولم يخسر من هذا الهجوم. نتيجه ايه المكسب؟ ايه المكسب في ان يعني مخبر وشرشوحه يطلعوا يسبوا ويطلعوا يعني يتهموا وزي ما حضرتك قلت زورا وبهتانا، ايه المكسب في حاجه زي كده؟ انا زي ما بقول لحضرتك، انا وجهه نظري انا طبعا بدون الخوض في هؤلاء، لان بالنسبه لي انا كمحامي الخوض او مع من قاموا بذلك سوف يكون في ساحات المحاكم وليس في اي جهه اخرى او في اي مكان اخر. بس حضرتك شايف ان المحاكم ممكن ترجع للمعارضين حقوقها؟ يعني القضاء المصري ممكن يرجع للمعارضين حقوق ليهم؟ نعم نعم نعم، بالفعل. عايز اقول لحضرتك على حاجه، كان لدينا شكوك منذ ايام الرئيس الاسبق مبارك، ولكن عايز اؤكد لحضرتك انا حصلت للدكتور سعد الدين ابراهيم على حكمين سب وقذف ضد مصطفى بكسي. الكلام ده كان في 2007 و2008، يعني لا هو القضاء المصري اقدر اقول لحضرتك في قانون يا استاذ ضياء في الاخر بيطبق، في قانون وهناك قاضي امامه مواد قانونيه. وقبل كده ما كان احد الاشخاص الاستاذ طارق العوضي اعتقد انه خد حكم على احد الاشخاص في يعني من سنتين تقريبا، من سنتين فاتوا. فالامر قائم وعلينا الا نفقد الامل. هناك قاضي وهناك مواد قانونيه امامه. في النهايه القاضي ملتزم بتطبيق هذه المواد القانونيه. وانا اعتقد ان توجه الدكتور ايمن نور ورده الذي كان فيه رقي كبير جدا يختلف عما تعرض اليه، اعتقد انه كان ردا سياسيا ويعني يكتسب صفه الاحترام، لانه قال سوف ارجع الى القضاء حتى وان عزل، ولكن انا اعتقد ان القضاء هنا لن يعزل بسبب لاننا امامنا اتهامات معينه وامامنا مواد قانون وامامنا علاقه سببيه
وامام القاضي سوف يطبق القانون. لذلك انا اؤكد لحضرتك ان القضاء سوف يحصل الدكتور ايمن نور على حقوقه، لانه بالفعل التجاوزات التي تمت تصل كسب وقذف تصل الى الحبس وليس الى الغرامه فقط. يا ريت والله احنا يعني نتمنى حاجه زي كده، نتمنى نحس ان فعلا في قانون بينصف المظلوم. يعني احنا للاسف بقى عندنا ان الدوله ما فيهاش عداله، فكره العداله القضائيه دي للاسف بقى كثير مننا بيشعر انها غير متاحه. ده ممكن يحصل شوكه في قضايا تختلف عن بعضها البعض، كل قضيه لها تفاصيلها المختلفه عن القضايا الاخرى. يعني اي قضيه ممكن اقول لحضرتك يعني في الجنايات مثلا، في الجنايات اصلا الوقت بيبقى القاضي القانون بيديله الحق في النهايه ان هو يلجا الى شعوره الشخصي اذا ما كان هذا المتهم بريء حتى وان كانت ادله تبيده او العكس. القاضي له حق ان يطبق القانون هنا باستخدام شعوره او الشخصي هو بيشعر بايه، هل هذا متهم ام لا، ده في الجنايات. ولكن في قضيه مثل التي امامنا، نحن امامنا جريمه، امامنا تهم منسوبه، أنا منع القانون سوف يتم تطبيقه، القاضي هنا ملتزم بتطبيقه. بس يا أستاذ شادي يعني أنا طبعاً عارفة إن حضرتك عندك ثقة كبيرة في القضاء، بس إحنا برضو لازم نعترف إن القضاء عندنا مسيس بدرجة كبيرة، يعني إحنا لما يبقى عندنا في تهمة ممكن توصل عقوبتها ل 25 سنة اسمها تهمة التظاهر، يعني أو حتى النية في التظاهر، ما ده برضو يعني ده يخلينا نقول إن القضاء مسيس. خليني اطلع من موضوع القضاء والتسييس وهاخد رد من حضرتك في الخبر ده. هقول لحضرتك اتفضل. طب اتفضل. التظاهر هو واضح، وعقوبته واضحه، وعقوبته واضحه. 25 سنه دي بتبقى في الجنايات، ولكن هناك تهم اخرى تلحق بالمتظاهرين، بمعنى التظاهر اخر 3 سنين. لكن لو حضرتك خد 25 سنه، خد 25 سنه بيلحق بها اتهامات جنائيه اخرى. زي ايه؟ زي مثلا انه حرق حاجه، خرب حاجه، دخل مؤسسه من مؤسسات الدوله، لابد. لكن ما ناخدش الامور كلها يعني بهذا السياق، لا، لابد ان احنا نفصلها. لكن انا بؤكد لحضرتك ان شاء الله في هذه القضيه سوف يحصل الدكتور ايمن نور على حق. ان شاء الله كلنا امل في حضرتك يا استاذ. ان كل من له حق في مصر يحصل عليه وعلى راسهم الدكتور ايمن نور، وكل مظلوم وكل مضطهد من هذا النظام المجرم. طب استاذ شادي عايز اخد من حضرتك تعليق سريع على يعني ارجاء الحكم في قضيه تيران وصنافير ل 8 نوفمبر. يوم 8 نوفمبر يعني محكمه القضاء الاداري هيكون عندها استشكالين، الحقيقه الاستشكالين ضد بعض. واحد اللي مقدمه طبعا المحامي خالد علي واللي بياكد فيه ان تيران وصنافير مصريه، والتاني اللي مقدمه محامي الدوله طبعا او اللي هو بياكد على وقف تنفيذ الحكم نفسه. يعني عندنا استشكالين متعاكسين والاثنين يوم 8 نوفمبر، رغم ان النهارده محامي الحكومه طلع في الجلسه وقال انه شاف علم مصر مرفوع على تيران وصنافير قبل كده. تعليق حضرتك على الخبر ده. شوف حضرتك القضيه التي قام برفعها الاستاذ علي ايوب والاستاذ خالد علي والتي انضم اليها محامون كثيرون جدا، اعتقد انها ستنتصر في النهايه، خاصه في ظل الاحداث التي تمر بها او التي تمر بها هذه الايام. بدايه يا استاذ ادوار، شوفي القاضي لا ينفصل عن الشعب، القاضي في النهايه هو مواطن مصري يعيش بين الناس. الادله والاسانيد التي قدمت من نادي احقيه مصر في تيران وصنافير كانت لها الاولويه وحكمت المحكمه على اثرها. جاءت الحكومه بعد ذلك لتقدم دلائل اخرى، يعني هي اول مره هي صديقه في اول مره تحدث معانا ان دوله بتتنازل عن ارضها، دي سابقه ما حصلتش قبل كده. صحيح. ولكن في قمه في ظل ما نشهده الان وفي ظل يعني الازمات ما بين دوله مصر والمملكه العربيه السعوديه، اعتقد ان الحكم في النهايه سوف يكون لصالح من نادوا باحقيه الجزيرتين تيران وصنافير من سياستنا. اعتقد ان هذا الامر هو الذي سوف يتم الحكم فيه. اما مساله انهم غير مصريتين فلن يكون هناك داعي اصلا. يعني بص يا فندم، في النهايه القاضي يا استاذ ضاع ممكن يعمل ايه مثلا؟ ممكن يبقى شايف الادله قدامه ان الجزيرتين مصريتين، ولكنه كمواطن شايف هذا الامر لو ما تمش سياسيا ممكن يحدث شيء ضد البلد او تنقطع العلاقات المصريه السعوديه. ممكن القاضي يعمل اي شيء. طيب احنا كده بقى بنقول فكره تسييس القضاء، ان القضاء مسيس. ما هو ده تاكيد على الفكره. انا
يعني انا ما اقدرش اقول كده والا بكره احنا نقول كده، حضرتك ما تقدرش لكن احنا نقدر. وصلت فكره حضرتك تماما يا استاذ شادي، فعلا بشكر حضرتك جدا على مداخلتك معايا. بشكر الاستاذ شادي طلعت المحامي على مداخلته معانا في المطبخ السياسي.